آلاف القلوب يلي عم تخفق ومئات آلاف العيون يلي عم تطلع علينا وملايين المشاهدين مركزين تفكيرهم على أماني وهشام بانتظار النتيجة وألف مبروك لهشام من السعودية. يا القهر هالحين ما تقول لي هالحين هذا شكل مطرب هذا شكل واحد يفوز بالله عليك أنا هذا ما أجيبه حتى في حفلة عيد ميلاد بزاري. أول شيء هدى أعصابك يا طول العمر هدى أعصابك الله يخلي التصويت يا طول العمر الله يخلي التصويت ربعك فاضيين وقروشهم مالت مخابيهم وما غير تصويت لين شف فوزوا هالكروب هذا وش هو؟ هلا قل يا حبيبي الفضل لله ثم للقائمين على هالقناة لو أعرف منهم مثلنا فاتحين لنا قناة لا وبث مباشر وقاعدين ما أحد درى عنا ولا أحد سأل عنا كل اللي أبي منك يا طول العمر أنك تهدأ مثل المواضيع يسمونها بدايات العثرات زي كذا يعني عثرات ها تقول أقول قم أذلف عفوا قم أذلف شكلي تأخرت عليه سوري آسف طولت عليك على إذنك يا طول العمر تعال أقول عثرات اي والله انا امس يا جماعه الخير شدني هالبرنامج للي مزعجيننا فيه يوم نظرت الا والله ذاك السعودي اللي ما يسوى له ريال الا هو فايز ووصل للنهائيات وشلون ما ادري لانه سعودي ابو مشعل والسعودي خلونه الى الاخير مشان يكسبون من وراه ملايين الله 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 بخصوص هذا البرنامج حدثني احد الاخوه ولكن بعيدا عن الامور الفنيه والماديه لو نظرناها من الجانب الشرعي لوجدناه شيء مؤسف ومخزي رقص وتعري وتعرض أمام الناس وتصرف عليها ملايين لكن لو تلك الملايين صرفت لوجه الله في سبيل الدعوة لكان أفضل بكثير من ذلك صدقت يا شيخ صدقت جزاك الله خير الله شباب زقرت يحبهم قلبك حسب الطلب ما شاء الله 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 هي هذا الشغل وش ذا الكربتين اللي دخلوا ذا اللي مال أمهم داعي يا طول العمر هذول شيون تمويه بالحلال وش بك انت يا فاهمني انت اي والله الا هذول منهم اي صح اقدم لك اصدقائي اللي قلت لك عليهم ياسر وعامر يا هلا والله وسهلا فيكم مالك زول حياك الله الله يحييكم يا شباب وانا بصراحه سعيد جدا بوجودكم معنا وحاس باذن الله ان البرنامج هذا راح يضرب هات رصيدك انا خليكم مع الاستاذ تركي عشان يفرجكم على القريه ويفهمكم على التفاصيل تركي حياك الله تفضل يلا يا جماعه الخير تفضلوا تفضل يلا عادي نروح لا تفضلوا حداك الله عليك قبل كل شيء يا شباب تنظفتوا انتم ولا لا ها تنظفتوا تروش انت تروش وبشامبو بعد يا ابوي علينا الاستهبال حق الحاره ذا وكلام اسمعوا عاد تنظفتوا يعني اذا عندكم الانستغرام التويتر الفيسبوك السناب شات عندكم صور بنات يعني مقاطع اغاني اشياء مخله بالاداب صحوا لها تفحيط تقليل شيء هذا تمسحونه تماما انتم في الان برنامج محافظ وقناه محافظه طيب ما ابي اي شيء من ذا الامور الناس راح تتابع ادق تفاصيلكم وانا تبي تتوسطكم عند الشيخ طيب ها جوزيف كيفك الحمد لله كيف الشغل تمام شو اخر الاخبار انا بقول لك شو اخر اخبارنا اطلقنا الحمله الاعلانيه على التلفزيون وعلى تويتر وعلى انستغرام وارقام المشاركين كلياتها نزلناها وهلا راح ندشن الهاشتاج تبع البرنامج يعني كله ثمين استاذنا برافو عليك يا جوزيف برافو
يا خديجة يا خديجة. ها 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 وش فيك وش فيك؟ تعالي شوفي. وش فيك؟ صار نزل صور المشتركين الجدد. يمتك أماني منك. توريني وريني. يا لين أم التميلح الخايس يا شيخ. يا رجال الظاهر خلص مكياج أخته قبل لا يطلع. شوف أنت كيف تشوف. يجنني واخذ العقلي. ودي أحط عليه شوكولاتة وآكلة آكلة يجنن. ريني وجهي يجنن ضحكته تاخذ العقل. لا يا بقول لك شيء، من اليوم بآخذه أنا وبقعد أصوت له. لا حبيبتي شوفي هذا تبعي أنا، دوري لك أحد ثاني. ها تكفين أبي، هذا تبعي أقول لك. مالت عليك وعلى وجهك. زي ما انتم عارفين يا شباب، احنا داخلين منافسه مهمه مره، نبي وقفتكم معنا كفريق داعم، وباذن الله منا بطالعين الا ماخذين المركز الاول. نبي الهياط هناك في التصويت. انا بالنسبه لي ابي المركز الاول 300,000 ريال، اذا ما حققت المركز الاول اقل شيء السياره، ولا ابي اجلدكم جلد. تجلد مين يا ليل؟ اجلدك انت وذا اجر شعره. ما يهمك يا ابوي، اعتمد علينا، جايبين لك بطايق شحن من كل مكان. بس انتوا ايش بغالكم؟ تتميلحوا كذا شويه، تسوي حركات عشان ايه؟ الجمهور يجيكم كذا زي المنصوره كذا، يطلعوا كثيرين وحط فلوس. دامك القريه والله صراحه ما توقعتها كذا. ممكن برد؟ الا والله برد، بس انا طاق البجامه لا تخاف عليك. ضبط امورك. ما شفت شيء انا، بس شوف باب. حياكم الله يا شباب، ويا هلا ويا مسهلا فيكم. ان شاء الله نقضي مع بعض ايام جميله في القريه. واحب ابلغكم ان راح يكون كل اسبوع اختيار رئيس البلديه القريه، وطبعا هذا عن طريق الجمهور وبالتصويت. بس متى جو المحاضرات والأشياء هذه؟ أنا مرة مرة متحمس لها وأنا أخوك. إن شاء الله خلال اليومين الجاية، وراح يكون بعد في فقرات وراح تنبسطون معنا إن شاء الله. يلا أترككم وأبيكم تتعارفون مع بعض. يلا فما الله. بيض الله وجهك. أبيك شوي. وش اللي أبيك شوي؟ من متى أنت حق محاضرات؟ تستهبل علينا أنت؟ تستهبل؟ إيش دعوة؟ أنا في السيارة دائما فلاشات وسيديات، كلها محاضرات حلوة مرة. لا يا شيخ، لا يا شيخ، محاضرات فلاشات تستهبل؟ ما قد شغلت محاضرة ولا قد شفت سي دي محاضرات. لا تقعد تستهبل من بداية الحين، قد أفلم بك هنا في البرنامج. طيب في كاميرات، في أشياء، شوف الكاميرا هناك كذا تكلم. يا جوزيف يا ثور يا مفاهي، شو بك يا عمي؟ شو بك عم ترفع صوتك هيك؟ شو صاير؟ شو اللي تشوفين؟ انت راح فلي بعد ساعه. شل البث عن عامر بسرعه. ما انت قلت لي ركز على ياسر. حبيبي ايه قلت لك ركز على ياسر؟ شف من اللازق جنب ياسر. عامر يا ابن الحلال، اذا خنبك عامر على طول انقل اللقطه. طيب يا عمي ما تعصب، خلاص ها كلها ضغطه زر. ها تحليل داب عزيز. اه مسمس على الناس الكويسه. الله يخليك. انت عارف امي كل يوم تزرفني كوبايه على الصبح. انزل المدرسه اظبط الدنيا. والله العظيم، والله العظيم بالعلب بيموتوا. والله ما تجيبني قرب كده. خد يا عم بالله انا والشيف. توصل الدم للركب. اه والله انا والشيف حبيبي. ام طيب حبيبي انا والشيف. طيب والله عاد انت عاد عاد طق طلعت ده وفراطمه وشابوت. هذا هذا حبيبي لو طولت معه شوي ما راح يصير عندنا ولا مشاهد يا اخي. انقل البث غير. ارتحت هيك؟ هذا اللي يجيب نسبة مشاهدة كبيرة، هذا اللي يشد، هذا اللي يفتح النفس. ناظر جاب لي خشاشكم ذاك. أقول لك يا مصطفى خذ لك رشفة. لا يا حبيبي تشكر، أنا عندي كتير في البيت، بس عارف تغمض ليش عين غير لما أشرب اللبن كل يوم. أنت جايب الحليب ده منين؟ لا ده من خالتي أم علي. من علي؟ آه بجد؟ كابتن اجيب أمك. يلا يا شباب صوتوا. يلا صوتوا لعامر يستاهل. يا هيا هيا بسرعه صوتوا انتبهوا. يلا
يا اخي سويت انت يا اخبار يا اخي لا تكون ضعيف جالس انت صوت له دحين صوته انت لما تصوت شجع فين في الملعب هنا مثل ما انتم عارفين يا شباب البث من اسبوع شغال وكلها دقائق وراح يوقف التصويت ونعلن عن الفائز بمنصب رئيس بلدية القرية. يا ربي يا ربي شوفي شلون يجنن يا ربي خلي نصوت له وخلي بعد كل خوياتك يصوتون إيه خلي كمان أمان يومي يصوتون يحبونه يجنن أحب أبلغكم يا شباب إن نتيجة التصويت وصلت والفائز طبعا بمنصب رئيس بلدية القرية هو ياسر سلام واحد سلم لك انت مو بلازم انت يلا يا شباب اسرع عند اجتماعات مبروك حبيبي المبروك بلا شغل مصالح يا واد بلا شغل مبارك العظيم لازم يلا الله يبارك فيك حبيبي استاهل اسفين يما لا بس يما عشان ياسر فاز الحمد لله يما ياسر فاز ياسر فاز ايه ولو قصروا صوتكم ابوكم نايم اسفين يما اسفين ان شاء الله اسفين يما ان شاء الله كله مني كل مجنونه وش اللي كله مني ترى كلنا صرخنا لا شعوريا مو تحطينها فيني بعدين اسمي ابي اقول لك شيء وش فيه وش رايك انا اعرف واحده من البنات اخوها يشتغل بهالقناه اللي فيها القريه وش رايك نروح وندهمهم لا بالله ندهمهم إيه؟ وش نسوي ان شاء الله بعقلك انت وش نروح نسوي هناك تكفين طلبتك ابي اشوفه بس مره واحده خلنا نروح وش طلبتيني بعقلك انت صاحيه خلينا نروح تكفين يا ويلي منك المجنونه ما ادري وين بتودينا طب يا شيخ لو سمحت بالله المركز الثاني مين تبي تعرف؟ يا ليت والله يا لحارة كله مصوت ودا مو معقول يعني أكيد؟ أيوه يا ليت نواف مبروك مبروك الفائزين المبروك عبيب مبروك والله عبيب مبروك انت والله تستاهل كل خير هاي ورع قم مكانك قم ابوي ايش دخلك انا بباريك للرجال شنو ايش دخلني انا خوي رئيس البلدية قم يا ورع مبروك عبيبي مبروك خلاص يا ابوي قوم اجلس مبروك والله اتحداك يا رئيس مبروك الف مبروك والله اقول اخلص علي انت وياه علموني كم دخلنا من التصويت الى اليوم يا استاذ طول بالك ما في شيء هيك بيجي بسرعه بعدين انا ما فيني اعطيك بالضبط قديش بس فيني اقول لك شيء 20 25 مليون بهالحيطان هي ما ابغى شيء ماشي شووك ان شاء الله انا ابغى شيء اكيد يا طويل العمر هدى اعصابك يا ابن الحلال عشان بس لا يجيك سكه ولا ضغط ما يقدر يعطيك ولا تفصيله فيها تدري من اللي يكون يفيدك اللي يفيدك فيها شركه الاتصالات يعطونك تقرير مفصل اسمع من بكره تقلب التصويت على حسابنا يحولون على حسابنا على طول فاهم طفيتوا المايكات ايه طفينا شوف ياسر انت الوحيد اللي ماشي صح بصراحه طيب يعني ابيك تسوي وعظ ديني نصايح ارشادات يعني مثلا تدخل في بر الوالدين تدخل مثلا في 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 الصدقات في التربيه يعني شغلات زي كذا يعني ابد ابشر بس فكني شر ذا النكبه شو انا مسوي وش اللي وش انا مسوي
يا الثور امسك لسانك، امسك لسانك لا تنكبنا. وش فيك انت؟ هماكم تقولون عش واقعك. لا حول ولا قوة الا بالله. عش واقعك حبيبي، حبيبي عش واقعك في البيت عندكم هناك في الحارة يا مخوياك كفتة وشكش والعيال. هنا تعيش الواقع اللي حنا رسمينه لك، تفهمه ولا لا؟ طيب ابشر. بعدين يا عامل يعني نبيك تسوي لنا إثارة أكشن مضاربة، نبي عامل كنت في ديتك وين؟ احنا جايبين لك هالمواضيع. شفت عزوز هذا الاسمراني يا اخوي؟ اتفق انت وياه لعبة من تحت لتحت، سبة منه وسبة منك وكلمتها منك وكلمتها منه وتطاقوا بس ويطلع الموضوع. قول بالموضوع يا بالحلال، ايش فيك انت؟ طب ليش الكذب؟ يا اخي إثارة علشان نسبة المشاهدة تكثر، العالم يبون هالمشاكل وهالمواضيع وراك انت قاعد اعيد لك انا؟ نكذب لكذب ليش لا؟ ابد، هذه لعبتي ازهلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع. حبيت في هذه المناسبة اقول كلمة عن بر الوالدين. واي احد يبغى يبر بوالدينهم يسوي زي ما كنت اسوي انا قبل، يحب يدينهم ورجلينهم ويبر فيهم، هذا افضل شيء يسويه الانسان في هذه الحياة. طبعا يا جماعة الخير صوتوا لكل ابوكم من قبيلكم لصغيركم، عشرة فتندا شايفني على كثيرة بكر كراميلا، انظر عند البقال دحين تروح عند الدكان تشتري رصيد وتصوت لي. هلا والله بالعيال. تكفون يا عيال، ما استغني عن فزعتكم، صوتوا لي يا عيال. اهم شيء لا حد يقعد يقول لا ما عندي ما عندي، يروح يتسلف يدبر اموره، ياخذ من امه ياخذ من ابوه ياخذ من اخوانه. اهم شيء تصوتون. تكفون يا عيال تكفون، تكفه الزجاجيل. وحبيت اوجه كلمه لامي وابوي، اقول نشتقد لكم مره مره مره، والله يخليكم لي ان شاء الله، وادعموني وصوتوا لي. مكة حقنا، جدة جنبنا، الطائف فوقنا، المدينة قريبة مننا، عمتنا الغربية، صوتوا لي. كل عيال الحارة أرجوكم تكفون، ها؟ هات رصيدكم كله. ما شاء الله ما شاء الله، الساعة 11 الحين وأنتم ما نمتوا؟ شوي شوي يبا نبي ننام. طيب وش تطلعون أنتم الحين؟ برنامج هات رصيدك. اللي هذا اللي يطلعون فيه يرقصون يغنون ذولا؟ لا لا يبا، هذا برنامج محافظ يجي فيه مشايخ ومحاضرات وكذا. زين زين يا رجل، الله يصلحكم الله يصلحكم. ارفع ارفع الصوت بسرعة جاي ياسر. انت يا الخال يناديك يا خال. ايش ايش تقول؟ ما اسمع. قلت يا الخال مسوي نفسك طالع منها يعني؟ اقول انتبه وطلعت وخل عنك كلام مفقع هذا. لا يا شيخ، ها اقول لك شوف، اقول اركد في ديتك الحين اصكك بكف والله اوصلك غليل، تفهم ولا ما تفهم؟ شوف احترم فرق الطول اللي بيني وبينك، لا تخلينا اتصرف تصرف مو طيب. اقول بس اسكت اسكت لا اعطيك حمر الحين واضبط. اقول لك عبودة ما شاء الله عليك، شلون سويت ذي؟ عندي اعرف فنون قتال كثير انا. وريني وريني بالله. وريك والله حلوه صراحه. اقول يا ولد فكري، يا ولد فكري، يا ولد تابد اسكت انت وياه. صدق ما تستحون على وجيهكم، تبون تفشلوننا قدام الناس؟ نسيتوا انتوا على الهواء؟ عامر عزوز على مخصوم منكم على 100 ريال. والله ظلم، قسم بالله ظلم. هذا قرار نهائي وماني راجع فيه. اقسم بالله ما له دخل في السالفه، هو بس مزح معاه. بيني وبينك المفروض نخصم عليه 200، هو اللي تحرش فيه الاول. تدرين احسن شيء ان ياسر ما له دخل في الموضوع. من جد وش ذي الغبنه؟ اصلا تركي هو اللي قال لنا سووا فيلم على الهواء وتضاربوا. لا 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 يا شيخ، تركي ما قال كذا، عامر يكذب يكذب، بس كانت الكاميرا خفيه هنا كذا وكنا نمزح مع بعض عشان نصير لحمه واحده واسره واحده. إذا كذا معلش، إذا تمزحون وتوسعون صدوركم هذا ما عندي مانع. يعني يا شيخ الحين ما فيها خصم؟ لا أبد ما فيها خصم وما في حاجة. ويح والله إنهم سخيفين، طلعت مسحة. تخيل إحنا نصدق، واو فظيعين بصراحة مرة فظيعين. اسمع أنا قررت أنسحب من البرنامج. لا 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 يا عامر لا، يرحم أمك. بلا يرحم أمك بلا بطيخ. خلاص يا أخي مليت، طقت نفسي. وش ذا يا أخي؟ ما غير تحجير، ما في جوال،
ما في سيارة، ما في دوران، خلاص بنسحب أنا. لا يا ابن حترى، في بداية المشوار ترى أنا. بداية المشوار كل عشان فلوس؟ طز في الفلوس، أهم شيء راحتي. مو بأنا اللي يذلوني عشان فلوس. خل الفلوس على جنب أنت. أنت تبغاها شهرة. شهرة يمينا بلا كلمة مرت عند أحد قاعد يصوروا لك فلة وبنات وفلوس. البنات بنات ينهبلون عليك. وين البنات يا أبوي؟ ما شفنا شيء. ياسر